بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم. دونك في هاد لا فيديو هادي غادي نشوفو كي شنو فو الدرس تاع لا فيزيك لا ميكانيك. داكوغ، دونك غادي ندير لكم واحد ملخص فيت في ونشوفو التمارين اللي كيتحطو في هاد الدرس هذا. دونك هذا راه مجموع فيه ملخص تاع شحال من درس. دونك الاولى غنشوفو شنو هي التأثيرات الميكانيكية. دونك التأثير الميكانيكي تو سامبلومون اشنا هو؟ دونك دابا هاد ستيلو هذا باش نحركو خاصني ليه اون فورس، خاصني لي واحد التأثير ميكانيكي، يعني يا إما ندفعو يا إما نحركو، هذاك هو التأثير الميكانيكي. دونك إن تحريك جسم أو تغيير حركته أو تشويهه يقتضي تأثيرا ميكانيكيا، داكوغ، يعني باش نحركو ولا باش نشوهو باش نقطع واحد الورقة خاصني واحد التأثير ميكانيكي. القوة، أشنا هي القوة؟ هي كل تأثير ميكانيكي قادر على تحريك الجسم أو تغيير حركته، يعني نقدر نحركو أو ليكون هو غادي ونجي أنا ونبدل ليه الحركة ديالو. دونك هذا سي ليفي دون فورس، ديال واحد القوة أو لا تشويه الجسم أو مساهمة في توازنه. توازنه يعني الجسم كنحطوه كيولي متوازن، مثلا كيكون عندي جوج ديال القوى، عندي واحد لا فورس كتجر من هنا وواحد لا فورس كتجر من هنا، هذه مثلا هاد لا فورس كتجر هكا وهاد لا فورس كتجر هكا، كنابليكيهم بجوج كيولي عندي الجسم متوازن كيبقى زاكي بلاصتو. دونك هادي هذا من دونك هادي هي ليفي دون فورس، التأثير ديال القوة أو المساهمة في توازنه. دونك عندنا التأثيرات عن تماس، التأثير في تأثيرات التماس يعني كيكون عندي تماس، يعني عندي اتصال ما بين هذا، مثلا عندي باش نجر هذا الستيلو عندي هنا تماس كنجرو من هنا، ولا عندي خيط جارو يعني متماسين. التأثير عن بعد كيكون بحال دابا لافي ديال لابيزونتوغ، لابيزونتوغ هي اش كيقولوا ليها، لابيزونتوغ هي الجاذبية. داكوغ، دونك هي تأثير عن بعد، مثلا الجاذبيه ولا التاثير تاع المغناطيس، يعني واحد التاثير اللي ما كاينش تماس به، ما كيكونش مقايسش، يعني القوه ما كتقيسش الجسم، هذا هو التاثير عن بعد. دونك مفهوم قوه اشنا هي؟ مميزات ديال القوه، دونك عندها اربعه ديال المميزات: نقطه التاثير فينا بلاصه كنطبقوا هذه القوه، الاتجاه مثلا الاتجاه ديال القوه، مثلا هذا السيلو غادي كنجرو هكا، الاتجاه ديال القوه راه غادي هكا، اوكي. المنحة يعني الخط اللي غادي فيه، والشدة هي شحال كتسوى هذيك، شحال كتسوى هذيك القوة اللي كنأثر اللي كنطبق. الشدة دونك كتكون اون فالور، كتكون واحد القيمة، يعني اون نيوتن الوحدة ديالها هي نيوتن. دونك باش كنقيسو شدة القوة كنقيسوها بواسطة واحد المقياس ولا واحد لاباري سميتها ديناموميتر. ديناموميتر هو اللي كيعطينا شحال هي الشدة ديال القوة. كيفاش كنمثلوها؟ كنمثلوها بواسطه متجهه. دونك هادشي كله غادي نشوفوه من بعد كيفاش كنديروا ليه، غادي نعطيكم دي زيكزامبل. اوكي، دونك القوه كنمثلوها بحال هكا متجهه، مثلا كندير فوق منها اف، مثلا عندي هنايا واحد الجسم كنجرو، ولا عندي مثلا هاد الجسم هذا كنجرو هكذا، كنطبق عليه واحد القوه، هاد القوه كنرسمها بواسطه متجهه وكنكتب فوق منها اف، وهاد الطول ديال هاد المتجهه هادي كيمثل لينا الشده. اوكي، دونك هنا مثلا عندي تماس، حيت عندي هنايا النقطه ديال لابليكاسيون ولا النقطه ديال التاثير هي هذه، يعني هذه القوه هذه تماس. باغ كونطخ ملي ما كيكونش عندي تماس مثلا ديال الجاذبيه، كنمشي لمركز الثقل ديال الجسم وكندير بي، الجاذبيه هي بي. اوكي، دونك شنو عندنا من بعد؟ دونك عندنا توازن جسم صلب خاضع لقوتين. عندما يكون جسم في توازن تحت تأثير قوتين فقط، القوتين لهما نفس الشدة، يعني باش كيكون عندي في توازن. توازن يعني ما كيتحركش. دابا الا كنت هذا الجسم مثلا، نحيد هذا الثقل ديالو، عندي مثلا هذا الجسم اللي هو هذا، عندي طبقت عليه واحد القوه هذه بوحدها، يعني جريته من هنا، الا جريته راه غادي يتجر، قوه وحده غادي تجر ليا. باغ كونطخ الا طبقت عليه هذه القوه هذه من هنا وهاد القوه اخرى بحالها من هنا، الجسم غادي يولي عندي في حاله سكون، يعني غيكون عندي في حاله توازن. اوكي، دونك عندما يكون طبقت هذه القوه اف من هنا وجيت طبقت نفس القوه اخرى اف من هنا، فهاد الجسم هذا في حاله سكون، حيت عندي كنجر من هنا ونجر من هنا، يعني الجسم غيبقى بلاصتو، بشرط ان القوه تكون عندها نفس الشده نفس الاتجاه ومنحنيين متعاكسين، يعني هذه غاده هكا وهذه غاده هكا. الا طبقتهم بجوج غادي لهاد الجي، الجسم غادي يمشي لهاد الجي. كانت هذه القوه هذه كبر من هذه، يعني هنايا كنجر اكثر من الجهه الاخرى، غادي يكحاز ليا الجسم لهاد الجي. اوكي، باغ كونطخ الا كانوا القوات بجوج متساويين فالجسم غادي يكون اون اكيليبر، غادي يكون في توازن. دونك نشوفوا شي تمارين باش نفهموا اكثر هاد الدرس هذا.
نستمر في ملخص ديال الدرس. هذا ديال وزن الكتلة. دونك الوزن اشنا هو؟ الوزن هو مقدار فيزيائي يتغير بتغير المكان والارتفاع. دونك الوزن هو هاد بي، هادي العلاقة ديالو هي ام في جي. ام هي الكتلة تاع الجسم داكو، والجي هو شدة مجال الثقالة. هاد جي دائما غالبا كتعطالك في التمرين، كتكون 10 نيوتن بار كيلوغرام، ولا كتكون مهم كتعطالك في لينونسي ديال التمرين. اوكي، لاماس، لاماس هي الكتلة ديال الجسم. شحال كيوزن؟ واش 10 كيلوغرام، واش كيلوغرام، واش 2 كيلوغرام؟ وبي هو الوزن ديالو، شحال كيوزن. دونك الوزن هو جداء الكتلة في شدة مجال الثقالة. شدة مجال الثقالة عندها علاقة بالجاذبية ديال الأرض داكوغ، وهي كتختلف على حسب الارتفاع. مثلا لكنتي في قمة جبل ماشي بحال لكنتي في السفح ديالو. دونك كتختلف على حساب شحال من حاجة، وهادشي كله كيكون داخل في شدة مجال الثقالة اللي كيكون عاطيها لك. اوكي، دونك تالي خصك تعرف هذا، هي هاد بي ايكالا ام جي، خصك تكون عارفها العلاقه ما بين الوزن والكتله. دونك هذا بارتي، هادشي اللي فيها في هاد العلاقه هادي خصك تكون عارفها. دونك بي الوزن ديال الجسم هو الجداء ديال الكتله في شده مجال الثقاله. عندنا واحد التمرين هنا كيطبق لنا هادشي اللي قلنا. دونك قال لك شنو يحاول كل من سامي واسامه جر الجسم اس مرتبط بحبلين نحوه. دونك عندنا واحد الجسم اس هو هذا، وعندنا جوج ديال الدراري، واحد سامي واحد اسامه، كيحاولوا يجروا. واحد كيطبق قوه اف ان، واحد كيطبق قوه اف 2، ولكن لم يتمكن اي واحد منهما من التغلب على الاخر. دونك هذا واحد، هذا تحت في امتحان موحد ديال السنوات الماضيه. دونك احدد الحاله او الحالات التي يوجد فيها جسم اس في توازن. دونك فين غادي يكون عندي في توازن؟ هنا مثلا الحاله الاولى اشنو عندي؟ عندي اف 1 اف 2 غادي نفس الاتجاه. اشنو قلنا باش يكون عندي جسم في توازن؟ خاص يكون عندي القوتين عندهم نفس خط التاثير، ويكون عندهم منحيان متعاكسان، وتكون عندهم نفس الشده. داكو، دونك عندي هنا عنده القوتين ما عندوش منحنيين متعاكسين، كاينين جوج متزجيه. دونك هادي لا. هنا اشنو عندي؟ هاد الحاله الثالثه اشنو عندي؟ عندي عندهم منحنيين متعاكسين، ولكن ما عندهمش نفس الشده، حيت عندي هنا هاد الشده ديال هادي طول من هادي. اوكي، عندي هنا هادي طويله وهادي قصيره. دونك هنا ماشي في حاله توازن. الوغ هنا شنو عندي؟ عندي منحنيين متعاكسين، ولكن ما عندهمش نفس نفس خط التاثير، حيت هذا غادي هكا الفوق وهذا غادي هاد الجي. فكونتخ الحاله جوج عندي عندهم منحنيين متعاكسين، عندهم نفس الشده، وعندهم نفس خط التاثير. دونك هذه هي الحاله التي يوجد فيها الجسم في حاله توازن. دونك باش نحسبوا الشدتين ديال القوه شنو قال لك؟ احسب شدتي القوتين اف 1 واف 2. عطاك هنا السلم، دونك غنعبروا بالمسطره، غنلقاو هذه هي 2 نيوتن. دونك اف 1 فيها 2 نيوتن، اف 2 فيها 2 نيوتن. دونك الحاله التي يوجد فيها، الحاله التي يوجد فيها كل من سامي واسامه اثناء اللعب. دونك هنا سامي واسامه بجوج حاله حركه لهاد الجي، هنا غيكونوا في حاله سكون لانهم الجسم في حاله توازن. هنا غادي يكون عندي هذا اللي من هنا غادي يتجر لعند هذا اللي من هنا، حيت هذا كيطبق قوه اكبر من الاخر. هكا، اوكي. دونك حتى هنا ماشي في حاله سكون، هو في حاله حركه. نشوفوا الاجوبه معا. قال لك هل نجح سامي في الاجابه على الاسئله؟ طبعا لا، لانه هو قال لك بان الارض، بان القوى التي يخضع لها الجسم هو فقط القوى المطبقه من طرف الخيط على الجسم سي. فكاين ايضا الجاذبيه ديال الجسم سي. نعطيكم مثال هنايا ديال واحد الجسم. هذا مثلا عندي واحد الجسم مشدود بخيط، غيبان لكم هكا. دونك شنو هي القوه المطبقه على هذا الجسم؟ هذا كاينه القوه ديال هذا الخيط هذا اللي شادو من هنا. اوكي، وكاينه دابا الى ما كانش عندي الجاذبيه، كانش عندي الخيط بلوتو الارض كتجر لتحت، اشنو غيكون عندي؟ غيكون عندي هذا الجسم هذا طالع لفوق، كيطفو طالع لفوق، لان الخيط هو اللي كيطبق بوحدو. الوغ هو عندي دابا في حاله التوازن، لان عندي القوه ديال الجاذبيه، عندي القوه ديال الجاذبيه لتحت ديال الارض، وعندي القوه ديال الخط تي ديال الخيط. داكو، دونك عندي بي وعندي تي. دونك جر القوى، من بعد غنعطيكم التصحيح ديالو مكتوب، دابا غير كنشرح لكم فيت في. دونك عندي القوه المطبقه من طرف الخيط على الجسم سي. القوه المطبقه كتبدا ليا من هنا من نقطه التماس. دونك الخيط كيجر الفوق، دونك غادي تكون بحال هكا من حديها من الاسفل نحو الاعلى. والقوه المطبقه من طرف الارض اولا الجاذبيه ولا الوزن ديال الجسم، دونك كتجي من مرکز الثقل ديال الجسم بحال هكا.
دونك هادي بي ديال الوزن ديال الجسم، وهادي تي ديال الخيط دونك هادي جوج ديال القوى المطبقة. اوكي دونك هادي هي جار القوى. من بعد احسب شدة الوزن. شدة الوزن شنو هي العلاقة اللي عندنا؟ عندنا بي ايغال ا ام جي. ام هي لا ماس، والجي هي هادي عطاوكم هنا، لا ماس هي راه عندكم هنا الفوق، والجي راه عندنا هنايا. دونك بي ايغال ام جي، دونك هي 100 في 10 دونك شنو هي؟ هي 100 في 10 كيلوغرام نيوتن بار كيلوغرام. غير هنا خصكم تردوا البال لي زونيتي، هنا عندكم الغرام وهنا عندكم كيلوغرام، نيوتن بار كيلوغرام، يعني هادي خصنا نحولوها لكيلوغرام. دونك شنو غتعطيني؟ 0.1 فوا 10 ايغال 1 نيوتن. اوكي دونك هادي سو كي كونسيرن بي. شنو قلت لك؟ نحسب شدة الوزن فوالا، وحدد مميزات وزن الجسم. دونك المميزات تاع الوزن شنو قلنا؟ المميزات شنو هما؟ المميزات هما نقطة التأثير، انا جاوبت لكم عليهم هنا. دونك نقطة التأثير تاع الوزن كتكون مركز الثقل ديال الجسم، هي نقطة جي، وخط التأثير هو المستقيم العمودي المار من النقطة جي. دونك نقطة جي هي هذه، هي مركز الثقل ديال الجسم، وخط التأثير دونك هو العمودي المار من هذيك النقطة. واش اخر؟ المنحى غادي يكون من الاعلى نحو الاسفل، ديما بيك ديما الجاذبيه كتجر لتحت ما كتطلعش الفوق. الشده ديالها راه حنا حسبناها هنايا. دونك امثل وزن الجسم سي بسلم مناسب. دونك انا هنا راني مثلته بلا سلم. شحال كنا لقينا في الجي؟ لقينا فيها 1 نيوتن. دونك الا درنا مثلا 1 نيوتن هي 1 سنتيمتر، غادي يكون فيها 1 سنتيمتر. تي هنا دونك هنا شنو قال لك؟ مثل وزن الجسم فقط. انا عطيتكم هنايا مثلت لكم تي وجي، دونك مثل وزن الجسم غادي يكون بحال هكا. داكوغ؟ دونك هاد الكخوا اللي درت هنا هي مركز الثقل ديال الجسم. الا كان عندنا الجسم متجانس في مركز الثقل ديالو كنديروا ليه بحال هكا. دونك فوالا سي كونسيرن هاد التمرين هذا. اذا ندوزو لواحد التمرين ثاني، اللي حتى هو سي ان اكزرسيس تيب ديال هاد لا ميكانيك تاع الدرس هذا ديال لا ميكانيك دو سوليد. دونك شنو عندنا هنا؟ قال لك خلال دراسة الوزن والكتلة علق الأستاذ حجما بلوتو جسما سي كتلته ام. دونك عندنا واحد الجسم سي وهذا معلق باش معلق بخيط واحد الحامل. داكوغ؟ دونك عندنا هذا هو الجسم سي والخيط والحامل. وطرح بعض الأسئلة على التلميذ سامي. دونك الأستاذ سول سامي قال ليه ما القوى التي يخضع لها جسم سي؟ اوكي دونك نخليكم تقراو هذا لي لونس ديال التمرين، حاولوا تجاوبوا عليه ونطلقوا من موراها باش نشوفوا الحل. ديروا بوز سيرو. دونك ندوزو للتمرين الثالث. دونك هذا واحد التمرين حتى هو تيب كيتحط بزاف. قال لك يوجد الجسم سي بريم فوق سطح مائل بزاويه 30 دغري في توازن. دونك عندك هنا في توازن. ما هي؟ دونك عندنا هذا الجسم هذا على سطح مائل بزاويه 30، عنده لا بيزونتور، وعطاك هنا واحد السلم، عطاك هادي فيها هاد العبار هذا فيه هو دو نيوتن. داكوغ؟ قالك ما شدة القوة المطبقة غير من طرف السطح المائي. ديما فاش عطاك السلم عارف بلي غادي تخرج الشدة، غتخرجها من هنا بيسكو عطاك هاد العبار هذا هو دو نيوتن. دونك غادي نعبرو هنايا نشوفو شحال غتعطينا. ومنها غادي نخرجو ونخرجو الحساب. دونك شنو قالك هنا؟ ما هي شدة القوة اغ مطبقه من طرف السطح المائي؟ عندي هنا قال لك الجسم في حاله توازن. داكوغ؟ دونك خليكم بعدا ديروا بوز وسيروا فكروا في التمرين شويه ورجعوا شوفوا الحل. دونك شنو قلنا؟ قلنا الجسم في حاله توازن، يعني ان مجموع القوى المطبقه على هذا الجسم تساوي صفر. هذا ديما فاش يكون عندك في حاله توازن المعنى ديالها هو هذا. الا درنا جرد القوى المطبقين على هذا الجسم وجمعناهم غنلقاو يساوي صفر. هنا شنو هي القوى اللي عندنا؟ عندنا القوه ديال السطح والقوه ديال لا بيزونتور، القوه ديال الجاذبيه. دونك هنا الا عندنا غير القوه ديال السطح بوحدها انا غادي يكون عندي هاد القوه ديال السطح هي العكس ديال هاد القوه هادي بي، هي نفس الشده نفس الشده نفس خط التاثير ومنحيا متعاكسان. يعني مثلا هنا شحال عندي فيه؟ عندي 1 سنتيمتر، هذه غادي تكون فيها 1 سنتيمتر ار حتى هي، غير هي ار كتبدا ليا من كتبدا ليا من السطح. داكوغ؟ دونك غادي نبداها من هنا.
نقطة التأثير هي من هنا من السطح وهي طالعة، ونفس المنحة ديال بي مكتبانش مزيان، نجي هنا ونشرحها لكم. دونك عندكم هذاك داير بحال هكا، بي جاية هكا، دونك الأخرى غادي تجيك هكا. أوكي، بي جاية هنا من النص، و إيغ كتبدا من هنا، هادي إيغ وهادي بي، وعندهم نفس الشدة ونفس خط التأثير ومنحين متعاكسان، إيغ كطلع الفوق و بي كتجر لتحت. اوكي، احنا مثلنا القوة اغ على تبيانة، وحسب كتلة الجسم سي بريم. لا بلاتي، قال لك احسب شدة القوة المطبقة. دونك الشدة ديال القوة قلت لكم هنا فاش يبان لكم السلم عرف بلي غادي تخرجها من السلم. دونك عندك هادي هي 2 نيوتن، فيها تقريبا 2 سنتيمتر. هادي هذا بي اللي عبرتها هنايا بالمسطرة نلقاو فيها 1 سنتيمتر، يعني هاد بي هي النص تاع 2 نيوتن، غادي يكون هي 1 نيوتن. اوكي، دونك هنا غنحسبو غير بالتمثيل المبياني. عندي هاد الخط هذا فيه 2 نيوتن، فيها 2 سنتيمتر تقريبا، وعندي هنايا بي فيها 1 سنتيمتر، دونك هادي غادي تكون فيها 1 نيوتن. دونك بي الشدة ديالها ايكال 1 نيوتن، اغ حتى هي غتكون ايكال 1 نيوتن، حيت عندي الجسم في حالة توازن. احسب الكتلات الجسم سي بريم. دونك دابا بغينا الكتلة، بي رحنا لقيناها، قلنا بي هي فيها 1 نيوتن، ياك. عطاك جي، اشنو عرفنا؟ عرفنا بلي بي ايكال ام جي، ياك. دونك ام ايكال بي سور جي، بي قلنا هي 1 نيوتن، وعندنا جي هي 10 نيوتن بار كيلوغرام. دونك غادي تكون عندي هي 0.1 كيلوغرام. دونك فوالا، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا، ودمتم في امان الله. السلام عليكم. وكيف ما كندير معكم في الفيديو الاخرين، غنخليكم تمارين تخدموا عليهم ونعطيكم الحل ديالهم. هذا واحد التمرين ديال واحد الموحد ديال السنوات الماضيه، دونك نخليكم تاخذوا لي نونسي، حاولوا تخرجوه وغتشوفوا الحل من موراه. يلا، السلام عليكم.